من بيروت مراسلنا سلمان العنداري. سلمان، كيف ينظر إلى هذه الموازنة عبر الشارع طبعا اللبناني، أيضا موضوع مناقشة هذه الموازنة، هل سيتم إقرارها؟ هل هناك إجماع عليها بين هذه الأحزاب الكثيرة والمختلفة؟ نعم ماجد، هي موازنة مثيرة للجدل إن صح التعبير، خصوصا وأن بعد تسريبات مسودة الموازنة بدأ الجدل. الخبراء يقولون بأنها غير متوازنة، لا توازن بين الإيرادات المتوقعة وبين حال اللبنانيين الاقتصادية، خصوصا وأن الضرائب، الرسوم على الخدمات والقطاعات، وخصوصا الضرائب بالدولار الأمريكي وأيضا القيمة المضافة، الضرائب على المسافرين الخارجين من لبنان بالدولار الأمريكي، كل هذه النقاط التي طرحتها الموازنة مثار جدل في البلاد، خصوصا وأن خبراء اقتصاديين يقولون بأنها هناك خلو تام للبنود الإصلاحية، هناك خلو تام للنفقات الاستثمارية التي تسمح بزيادة النمو، إضافة إلى النفقات الاجتماعية والصحية للمواطنين. هناك رفض شعبي لهذه الموازنة، بطبيعة الحال ستناقش ابتداء من يوم الاثنين المقبل، يتوقع أن يكون هناك جلسات في السراي الحكومي وفي قصر معبدة لمناقشة تفاصيل هذه الموازنة. شعبيا هناك رفض واضح لأرقام الموازنة وكل النقاط الواردة فيها، أما داعمو هذه النظرية أو هذه الموازنة يقولون بأنها موازنة مرحلية تمتد ضمن خطة لأربع سنوات، ولكن المعارضون يقولون بأن هذه الخطة لم تلحظ أي شيء من خطة التعافي، خصوصا وأن العجز المطلوب هو يتراوح بين 6 إلى 7%، بينما مشروع الموازنة الحالية يتحدث عن 20% بقيمة العجز في أرقام هذه الموازنة. الأمر اللافت الأخير في هذا الموضوع، إعطاء صلاحيات استثنائية لوزير المال في حكومة نجيب ميقاتي لتحديد سعر الصرف فيما يتعلق بالضرائب، فيما يتعلق بالشطور، وإلزام الشركات بتوطين رواتب موظفيها في المصارف، وهذا أمر يعني يثير الجدل في لبنان، خصوصا بعد الإشكال الذي حصل مع المصارف وبعد الجدل الذي أثرته المصارف نتيجة حجز أموال المودعين منذ العام 2019. إذن ننتظر يوم الاثنين بدء هذه الجلسات، يتوقع أن تكون حامية. أما سياسيا هناك نوع من التوافق السياسي حول موضوع الموازنة، ولكن مع اقتراب الانتخابات النيابية سنسمع الكثير من المواقف الشعبوية فيما يتعلق بهذا الإطار حول رفض هذه الأرقام باعتبارها لا تنصف المواطن اللبناني. من بيروت مراسلنا سلمان العنداري، شكرا لك.